شوي باش نضيع شوي شوي. والله الاخواني لا واش عرفت تقيبا صول بلدي زعما درنا اليوم الدريفت. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ اموركم كاع مزيانه؟ نتمنى تكونوا احسن ما يرام. نهار جديد اليوم، بغيت نبدا واحد الستيل جديد ديال التصوير ولا ديال التسجيل، ايوا الفيرتيكال فيديو اللي كيكون على شكل ستوري، دائما كيكون العرض اصغر من الارتفاع. وحسب الاحصائيات اللي كتقول اغلبيه مستعملي منصات اليوتيوب كيستخدموا الهواتف ديالهم اكثر من الحواسيب. نعرف كيفاش غادي يكون تكون النتيجه ديال الفيديو، ولكن ان شاء الله نحاولوا ما امكن نطلع فلوق ماضي، فكره جديده، محتوى جديد. يا بسم الله. أيوة. سهل الله، شكرا. وكان ماشي انت اللي قلتي لي هكا محارج غادي تحت الحفره ديريكت. شنو هو لافونتاج انك تصور دوايد وما تصورش هكا بحال السير ديال التليفون؟ لان الزوايا ديال الكاميرا، وبزاف هاد الكاميرا ديال الاكشن كيكون فيهم زوايا كبار، يعني كيبينوا الجناب، يعني المساحه اللي غتكون هنايا ماشي بحال ستيل التليفونات. من غير هاد التليفونات اللي هما دابا اللي كيخرجوا لهاد الكاميرات كيكون فيهم وايد، يعني اكثر من الكاميرات اللي هما اكثر من التليفونات اللي هما فيهم كاميرات ثنائيه بحال 11 برو ماكس، المهم 11 برو 12 برو بعد التليفونات ديال سامسونج دابا. المهم اغلبيه التليفونات خرجت فئات ديال اتنشن بليز، خرجت فئات ديال الهواتف اللي هما فيهم كاميرا كدعم الوايد. عندي ستوب. لذلك بغيت نجرب نتيستي دابا الكاميرا، نشوف اشنو غادي تعطيني في الاخر من بعد ما نمونتي ونقادو نميلو ونطيحو. واحد السؤال اخوان ديما كنطرحو على راسي وكنقلب على جواب، واش هاد الماطر ديالنا هاد الفئة ديال الشناوة، الفئة ديال الشناوة ولا ديال الكيوب؟ حيت مثلا هاد الستيل ديال الماطر كيتسمى الكيوب موتوسايكل، غادي جوجلي عليها، اسمح لي غادي جوجلي عليها في جوجل غيخرج لك هاد الفئة بالضبط ديال الشكل وديال الحجم. واش ممكن هاد الماطر هادو تحكر الركبة؟ بغيت الخبراء يجاوبوني على هذا السؤال، هذا واش ممكن تحكر الركبه بهاد المناظر هذا؟ غنتسنى الاجوبه. انا ديجا قلبت على هذا الموضوع هذا مزيان، ولكن نتسنى جوابكم. انا المهم النتائج انا لا خرجت قلبت عليها، نتسناكم انتم تشوفوا شنو غادي تقولوا، واش بوسيبل او بيان نو. او لو باراج. حنا جينا عند سي مروان و جاكوار 125 عاشق الفيراجات. نصوني ليه دابا اخوان، عرفت بلي راه مازال ما درت ريفيو على الموتور ديالي، اشنو زدت فيه، اشنو نقصت، اشنو عدلت، اشنو حيدت، اشنو ركبت، ان شاء الله قريب.
قريب مرايا راه مازال ما درتها مازال ما ركبتهاش. المهم قريب ان شاء الله. سي مروان صديقي على السلامة ياك. انا نجيب شي دور يلا سير اخويا سير عدو ليسونس تا هو عدو ليسونس ياك هز البيك الله يجيبك فيد لما سي مروان نفس لي فارس الكور هما لي كاينين عند مروان هما لي عندي ونفس البولا نفس تيربوليت تحوصل دابا ليسونس 10 درهم و30 تبارك الله. احنا حاليا في غابة المزار الطريق تاعها هي هذه كتدخل من هنا احنا غادي نفوتوها هذه المرة غنمشي ان شاء الله لواحد البلاصة واحد البلاصة جيت هاد الواد هذا غندوز ليه مورا الغولف واش كاين تماشي منين داير زوين نقدرو نصوروه ونجلسو واحد شوية ولكن الطريق ما عقلش عليها فين بالضبط غالبا هنا الطريق ديالي ولكن خليته يدوز يمكن كنظن هنا غالبا هذه هي الطريق مروان هذه هي الطريق كنتي فيها انا دابا غادي على ساحل ديال الواد كنتكر هذه هي الطريق ياو سي مروان ديال الخير ديال الخير تلقى هذه هي الطريق ديال البلاصه غنزيدو مازال القدام وكاينه واحد الدخيله على اليسر بيست غادي نبقاو تامين غاديين تنكونو جنب تنوصلو جنب الواد الصراحه كيعجبني نخرج هاد الوقيته ديال الغروب واو هادي هي الطريق هادي هي البلاصه كيجيو ليها الناس كيدوزو فيها عشيه يسقسو يديرو كاسكروت تمنظرو في الواد انا شنو كيديرو بالضبط ما عنديش عليه فكره وين غادي نشوفو الأمور كي دايرة نجيب الكرسي تاع هنا تريح دي براد ديال أتاي مزيانة جنب الواد أنا مزال غادي ندوز ليه عندك يطيح داك الموضور قطلع الفيزر قطلع الفيزر كدير رونجا راه مازال غادي ندخلو لهيه تا صاحبي وقفتينا هنايا الاخر كاين واحد الطريق تما ديال لابيس يلا نكتشفو يلا وصلنا سولتيني باش نعرفو واش وصلنا ولا لا سابق انت بحال انت اللي وخال الطريق أفرود على الثاني تقريبا شي عامين هادي ما جيتش لهاد البلاصة هادي ولكن نديرو فيها الأفرود واو ولقيت ديال الشتا هنا كان الواد حامل كان الماء وصل حتى لهنايا دابا نقص المستوى ديال الماء عليها هبط الماء كيبان لك هنا باقي مبلل
اختي والو انا خصني ندير فيها الركبه ديال البيم ديال الجيس هاكا فين دايز هو السيد يقول مخاض هذا القند هذا ما فهمتوش نضربو انا شي تصويرات شي بورتريات طلعوا شي ريلز هنايا ولا شي ستوري اش بان لك يا سي مروان إذا تبعتي هذا أدخلي الكاريناج بوحده والكاركاس بقول الكادر بوحده ورمات العاطي نسبة الأدرينالين في الجسم ديالو فينا هو غادي تمرع ما مخلطش صراحة ما عمري وصلت لعما هاد البلاصة بالضبط كترعل ديال الموتور ما عرفش واش كاينه الرمله هنايا والله العظيم الا مشكله مع هاد السيد والله كان بيقينا انت دابا شتينا البحر ديال اكادير هاد الشريف ياك الرمله صاحبي تما ما عرفتش واش كاينه الرمله كدا وين طيح والله انا راك سيري داكشي علاش كداش باقي القضيه حرجه انا لا اشي بورتريات تكون ناضية هنا مروان ياك يلا نصورك يلا ها بنتي مازال كتاش تما تخرج تخرج الصولات ولا تخرج شي قند اخر تما لطيلات ديال اكادير ناضي ناضي اش بان لك نطلعو شي شوية هنايا ولكن داك السمك ديال اللي كيعيش في كيعيش في الغيوصات ما تبارك الله زوين لا خصنا نجيبو خصنا نجيبو يونس هنا البيشور لا لا ما طلع ما دخلش الموتور هنايا غيغرق حيت فاش كان تحت الشتا فاش كان تحت الشتا راه المستوى ديالو ما طلع حتى ال فاش حمل الواد دابا يقول حمل الواد راه قطرناه بيحمل غير هكاك من من فراغ اش هاكي صاحبي بلاصتو شي قنط نيت هنايا نطلع شي بورتري اجي نطور الموتور تاعك نصورك اش بعد ما خدينا شي تصيورات بعد ما خدينا تصيورات تحركوا دابا واحد شويه غنظلم الحال اذا مازال واحد الشيء لقدام ونرجعوا باش نرجع في الظلام نيت ان شاء الله كاين ناموس بزاف ايوا الرملة ايوا الرملة هاي الناموس الرملة والعوامل غير فهاد النوع ديال الطرقان خص تكون رجل على البوز بي ورجل في الارض وعندنا لي بنوليس يا سلام كاينه الزليقة نبقى نديرها اسري عندي ما تسالك موت 96 تبارك الله عنده خبره في الطرقات الوعيره غالبا هو عنده كرومبوات غلط في البناوات
مروان درداك عليها فين هو غادي غادي غرقنا هذا مروان هذا والله راه فين هو مدوزنا ولد العبد ازاكي الله يلا ازاكي هي خرجنا فتا غزوت هذا بهذا الحساب دراري بيكنيكنيين دراري بيكنيكنيين هنايا دراري بيكنيك الناموس اسي مرا افي غادي اجي عليكم صراحة لقنت مع عمر كنت في نهائيا ولكن عارف شنو كيدير ها فين وصلتي انا اسد غير ما قادي فين دزا ما غدز ياك اش كاين زاي ما تعرفي غير خليك فشي قنضل لا كاين واحد النوع ديال الطرف تما احمر هاك يخلع اخويا ديميتر يا اخي لازم الحيوانات كتعيش هنا واش عرفتي شدير الناموس هنا مروان الناموس واه يطيح فيك عندك تعوم بالموتور عندك المهم اكتشفنا البلاصة سكي ودابا عندها الطريق ديال مروان هو الصراحة ماشي طريق مروان ولكن انا لي قررت عليه نجي لهاد البلاصة هادي بحكم اننا زعما ولاد المنطقة هادشي كيجلسي بزاف ولاد المنطقة خصنا نكتشفو البلاصة زعما نكونو حنا أولى أنا نكونو عارفين البلاصة كي دايرة حنا مزيان حنا في الحرشية هادي بعدا تشد ليك شوية في البناوات مزيان الرويد كيلعب والله إلا الرويد كيلعب مروان داير حتى هو كادر سينيا تقول كيف لومبودياج ديال كازا وحدك اللي كاين السي مروان كنشوف انا غادي يجنب ايوا صحراء نفاضة ولا سميتها كاع هي هادي لا ما زدناش من هنايا الصراحة زدنا ماشي قند اخر انا كاين مزيان اكتشفوا ادفنتشر اسيدي نعم هيد فوالا دابا هي زيد دري هنا كيجيو كيديرو السبور كاين اللي كيدير بيكنيك كيدير كاسكروت راه الصراحة منطقة زوينة ومنطقة آمنة في نفس الوقت حيت كانت واحد الوقيتة
القمر راه لي عندك راه لي هذاك الجال اللي عندك ديك 125 فيليا. مروان كي دانسي عندو الموتور من اللور. ايوا 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 تبت اصاحبي تبت راه مشكل زعما نظام الحال مزيان. اش كيبان لكم الناموس ولا لا؟ انا كاين رجلينا نسرحهم حالة الطواري قدر الله شاهدت تقليسي تكالي بعدا تلقى باش تكالي انا فيه قضية مبلة غالبا تكرفت لي السروال هاني ماشي. باقي شوي باش نضيع شوي 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 باش ندير زلاقة حردها الله إلا حردها. واش عرفت كي كيدير هنا الله يهدر الماء والصابون هادي البرومي. انا الشريف مروان دردق مروان 125 عندي دردقات واي بزاف ديال الناموس وكيشوف هاد البروجيكتورات كيولي فرحان. عندي ردحنا كاتسينيال ملي راه كاين في لومبوتياج كيلغ والله الاخوان الى نصور لكم هاد الارضيه كي دايره الصابون البلدي شنو هو الصابون البلدي اي شتي كيبان الصابون البلدي زعما درنا اليوم الدريفت لافاج على حساب مروان ما عرفتش شكون اللي قيد الاخر واش انا اللي قيدت مروان ولا هو اللي قيدني. ولكن دابا شنو جاب لي العجب واش هنا تزنا منو ولا لا حيت فاش زنا دابا فاش مشينا ما كانش هاد العلوكيه في الارض صبر صبر وي دابا نسولك واش فاش كنا غاديين واش كان الارض هكا جينا من ديك الجهه ياك ايني لا فاش غدا على حسابك اه انت اللي جيتي لاخويا لهاد الطريق ها كاين الطريق غتكون الطريق قال لك غتكون الطريق قال لي اي ني لقيت هذا هو لقيت فوق يد هذا انت واش كاين الطريق كاين الطريق صراحه عنده الحق صراحه عنده الحق باللي اجاوبت ايه 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 الصابون البلدي تسند معايا كان الصابون البلدي تسند اش لهيت شتي دابا بغيت نخدم شويه عقلي باش ندوزو من هنا سق مزال مسدد العالم انا راه مسدد تبع داك السيد اللي كيجري تبع اشاكيلا حق الله الا مشاكيل انا الطريق جافه الى بعض يمكن ازير هذا ازير هذا ياك ازير اوو هذا النبات هذا أو يلا نجيو من هنا مروان طفى لي الموتور مروان بقى اون بان مروان مشى فيها كنظن بلي السبرديله تاعي توسخات شتا شتي باش خرجنا دابا هادي هي النتيجه ديال تبع مروان هو الصراحه ماشي مروان انا اللي قلت ليا شي مشكل كاين شي حاجه سميتها الصابون كاين الماكينات الصابون كاين الماء ما عادش كنخسرها ثاني ولكن كنظن بلي ما كايناش الطريق هنا خصها تكون هنا الا ما كايناش هنا دونك حنا تبعني انت تبعني باشاكي حق الله الا باشاكي سارة
الناس تاهم دابا رايحين في حالهم اصلا. ديال الوقيته شحال الساعه؟ 8:15. هذا هو الدباب ديال مروان، الدباب. يلا صح، اشنو صورنا معك شتي؟ اشي صورنا معك قد مروان مغامرة. يلا يلا مبارك عليك المغامرة. قلنا لك هيا يلا ماشي ديال تيربو.